السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمدين المانت هي قصة كلا وحي سبضا وقصة ده هستا بضع عاشق اين قريب هستن وحا يريد اذا وليها الله ومعرفتين محمد عمر هوريو قصة ده لبتا اي كنت مهستني وحا اي دم وحا اي اهي دمات كي كنت قال بقول ايو لبية تطباتك ابوان محمد عمر هوريو يا احمد سلام بدي او كحرنا حبسك من ليلة ايدك مدى بربرا اي وحا مالي الدهور اه لوكيني قدو وحا نوقف كي قدو يسدي وقو ورمي ان اي جرت ارين عصب او كسابسن محمد عمر هوريو تاس او اهيد إن أي تبوتي ودوفيسة هوايدي وأبوان هوريو تعايل كبانو قبي هوريو يا أحمد سليمان بدي أو صاحبي سكول دير كوأها هوريدي يا حبسي قبا أيا واركم ودى اللي جيسانية نكي فريد تسيدي أيا كو ورمي إن هبل أو أه قبل دي أتعليد إن عمرو وهوريي وحاي ودوفيسة دلك تبوتي هالكاس أو نين أضو كلاهي دوان كو أروسي دونو هوريو واركم موت على سر محايلي بلن كود وحي أحد إني سكت أنت وحبسك كصوب حي أحمد لفتي سوركن صاحب كلا ما تعلى سبب طاقة لبت أو يسوق دراهم وادم بيل تركيسة سدوا كل جبيسة كتب وحي سميس وحي سميين وضتشي هوريو أياك فكرة إنه حبسك سوون وضعه سوى هو إني دو جباتي سفرك أو يدوري مركز هرجيسة كصغير مي أحمد أيا إسنا أشياء إن أيسن صورة قال أهين إنه حبسك أو إلى رب ظل له وكذا ذكره برسء وقبله فصحه سدى سنة وكنا على سلامي تلك دب وحلقة تي أحمد إسلها بين كل شيء مالي تاس وحوريه كسو ما حتى هاس تنبض عاشق يقولي أو كهذا سا وأيها إسلا صامرين يو هوين ذن سفر سا أو يسوع مثلا يا تاي تي تعال كسنتيسا كوابورتي ما أنت ندوني سا إيه نبتيسا كلجي كنافتو سكستبعاتي هواين دي وايد أوفت بقول إيو وأنا لجورسدي سنة كي كسرقال بقول يا ستيدي سكاشكي أحمد سلام بدي أو كسرقال مقالة تكتجا أو توقع حل أنت بيلو دريري أي واحد أحمد أو من المقاهية من المقاهية شاك عبي أو قباغضي هواين دي دي قياس أنتي كنت السنة دو ترودار تاي أحمد أي إسنا أي إسا سلامي كدبنا واحد أو غريب ويديسي ميادي قرانيسا isxugu reesi kadib haweenidu waxay noqotay gabadhii uu jeclaa maxamed umar horiyo oo isagu waqtigaas 7 sano ka hor hanuun beerka ka haleelay ugu geeriyooday magaalada Barbara waxayna u sheegtay inay degan tahay magaalada Dirdhaba inkastoo ay kala tageen ninkii ay waqtigaas isgursadeen kadibna waxa uu isagu uga warabay Axmed geeridii horiyo iyo wixii waaga uu kala kulmay jacaylkeedii sidaas ayayna ku soo baxday heestu oo aynu ilaa maanta ku dhageysana dhamaantiin waad mahadsantiin subscribe tii like tana aniga ila wila asxaabtiina la sheer garay sida iyo nabad gelyo way noo qosada qisada xigta Oh.